طيب اخد حضراتكم لتركيا. واحده من الصحف التركيه ساره، واحنا طبعا انا الحقيقه بشوف انه تريزيجيه واحد من اللاعبين المصريين اللي بيمروا بتجربه احتراف ناجحه جدا، والولد عنده اصرار وابتدت او يعني ابتدت عمليه النضج عنده تبقى توصل لاعلى مستويات. هو شايف انه وجوده في استون فيلا اضافه كبيره جدا ليه، لكن واحده من الصحف التركيه اسمها سبوركس كانت بتتكلم على عرض بيحضره نادي جلطة سراي، واحد من اكبر طبعا الانديه في تركيا، عشان يضم الجناح الاول لاستون فيلا محمود حسن تريزيجيه في الميركاتو الشتوي خلال الشهر اللي جاي. ويمكن تريزيجيه كان ليه تجربه ناجحه في الدوري التركي قبل كده، كان بيلعب مع فريق اسمه قاسم باشا قبل ما يمشي في صيف 2019 ويروح لاستون فيلا بمقابل مادي كان في التوقيت ده 10 مليون يورو. الحقيقه كان ليه دور كبير جدا اللي يفتكره نهايات السيزون او الموسم الاخير في الدوري الانجليزي. تريزيجيه لعب دور مهم جدا في بقاء النادي الانجليزي في الدوري البريمير ليج. والحقيقه كمان يمكن من تفاصيل الخبر زي ما اعلنت الصحيفه التركيه كمان انه جلاتا سراي حضر بالفعل عرض عشان يحصل على تريزيجيه على سبيل الاعاره لمده سنه ونص تقريبا، مع خيار الشراء النهائي بعد انتهاء فتره لعبه، وبعد ما لعب بالفعل او ما ابتدى الموسم بالفعل مع استون فيلا ولعب بالفعل 10 ماتشات.